هنا ولا العمارة. جدك الله يغفر له والله يحفظه. لا الله يرحمه. الله ما تبغى ربي يغفر له. الله يطول عمره. الله يطول عمره. ما تبغى ربي يغفر له. إلا. طيب إيش بك عصر؟ خرجتني ما عصرت. إيش سالفة عندك ولد عم بنت؟ عندي عيال عم. أيوة صار معك موقف أنت وياه مع الناقة حق جدك. أيوة. حوار حوار. أيوة إيش صار؟ بعلمك. ما في إلا سالفة واحدة هي بس ما أدري هي ولا لا. إيش هي؟ يا أخي أنا مرة كنت سهران. سهران؟ إيه. دائما إن شاء الله سهران ما تنام. دق علي أبوي قال بكرة الفجر إحنا في الرياض. قال بكرة الفجر تروحون عشان نشد بالبيت. قلت أنا مواصل الساعة 3 الحين مواصل. قلت والله ما حد قال لك تواصل أنا ما بقايل لك الساعة لازم إنك يعني لعد تسهر قلت لك خلاص. يا ولد قال ما فيه. طبعا ما اعطاك خبر قبلها. لا صليت الفجر ومشيت الا واحد من عيال عمي الله يذكره بالخير اسمه نايم. الله يذكره بالخير. نرجع فيصل نقول له ما تبغى ربي يغفر له. الله يغفر له ان شاء الله يا رب. المهم اركب انا وياه اروح يوم جينا البل طويل العمر في واحده من البل منتجه توها جايبه بيبي. فما تمشي تجلس عندنا. رحنا اخذت الحوار انا وين حطيته في صندوق الشاص عشان امشي حبه حبه. خلاص البن راحت الحين مع العالم والسيارات. لا اي وباقي ذي لا اتوقع ما راح تستوي مع بعض يا ناصر. وباقي ذي اللي توها ولا اي حطيت السياره قعدنا نمشي حبه حبه عشان تمشي معنا. يا جماعه جايينك من الرياض ولا هم اتحدوا علينا احنا اللي نروح نشد ولا والله ما لنا في الشغله. راح ابوي راح نايف طفش ما في شبكه ما في نبي نوصل المكان عشان نلقى شبكه ونقل شيء ما في بقالات ما في شيء مسجل ما في شاص الحوار ورانا صوته مزعج والناقه بعيد ما تمشي وساكتين سهرانين. قال ولد امشي امشي. قلت لا يا اخي الناقه. قال جدي انا شفته مش اللي يقول روح خلاص امشي. احنا اسرعنا الناقه بتلحق خلاص سياره ما يمديها علينا. يا ولد قال انا شايفه بعيني هو كذاب يبغاك تمشي بس. ايه وانا ادري الشخص. ركضت الناقه ركضت ما عجبناها ذبحنا فطرنا تسبده على ولدها نلقط نجي نسفلت نركض سفلت ونمشي يلا مستانسين. في نص الطريق التفتنا للحوار نصه الصندوق نصه برا. اي والله ونوقف. طبعا الربع وينهم معزومين على غدا حولنا خلاص اعتمد انكم انتم بتدون. ايه وري جيتك انا وكل شيء معزومين على غدا حولنا. جاهم واحد شاطفنا قال والله انت اللي مو ترى في حوار نصه في الشارع. ابوي درى قال بس ربعنا يقول في خاطره. قال انا داعي انهم وقلت خليك معه الحوار ينط. قلت خليك معه ويمسك لله الخبل ذا الحوار حن على امه ادري يضربه يضرب الحوار ليه يبيه يسكت عشان تدري ولد عمك هذا. اي هو طايح عليه مكيف والله ضيعت واحد طايح عليه مكيف. يوم وصلنا يا طويل العمر المحل وين الناقه قلنا والله ما ادري انتم قلتم شو كيف ما كيف. المهم رحنا جبنا الناقه بعدين 24 ساعه ما تم الحوار فالمراه جديد توفى الله يرحمه. لا اله الا الله. اي والله ذاك يضرب على راسه الحوار توه جاي ونصه في برا ونصه في الموتر والام هي موجوده. اي الله والله الضيعه الضيعه. طيب يا وين تتوقع ان الوالده الحين؟ الوالد الساعه كم؟ ساعة واحدة.